السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي التربية الإسلامية للصف الرابع الإعدادي، عندي حل مناقشة صفحة 124 اللي هي العنوان أثر الخمر والمخدرات في المجتمع. نروح على اليمن المناقشة، هو خلاصة الموضوع. أولا يقول كيف تؤثر المسكرات والمخدرات في اقتصاد المجتمع. يقول إن من أعظم الجرائم وأكبر المشاكل التي تفشت في مجتمعاتنا والتي عارضت ديننا وقيمنا وأمننا وأمننا وأموالنا للضياع وللسبك والإنسان، هو أن تفشى في مجتمعاتهم من شرب الخمر وتعاطي المخدرات، إنها مصيبة نكرة. يعني هسه هذه كلها زين. نجي على النقطة الثانية، النقطة الثانية يقول لك أدرك العرب قبل الإسلام خطورة الخمر ومضارها فاطلقوا عليها تسميات عديدة، اذكر هذه التسميات. النقطة الثانية طبعا تسمية هي الجاهلية أم الخبائث والسفيهة والمؤذية والقبيحة والمكروهة، هذه جواب النقطة الثانية. ثالثا يقول ما الأضرار الصحية الناجمة من شرب المسكرات والمخدرات، شنو الأضرار؟ جواب النقطة الثالثة، هذه صفحة 123 جوابها، صفحة 123. ألا حصر لها منع تشمع الكبد ومرض الأيدز وأمراض التهاب الرئوي وسوء الهضم والصرع والقلق والسهر والارتباك والأمراض النفسية والعصبية. النقطة الرابعة، اذكر الأحاديث الشريفة التي وردت في تحريم الخمر والتعامل بها. هذه الأحاديث يقول لك قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وباعها ومتابعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كلها تكملوا. هاي جواب النقطة الرابعة. خامسا يقول بما أجاب الإمام الصادق عليه السلام عندما سأل أكثر المعاصي ضررا، لماذا؟ يا جواب النقطة الخامسة. نعم، خامسا اللي هي هذه، قد سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أكثر المعاصي ضررا، الزنا، القتل، شرب الخمر، فأجاب شرب الخمر بفعل كل هذه المعاصي. سادسا اذكر أضرار المسكرات والمخدرات. سادسا هذه الأضرار زين. وقالي سابعا يقول هل يأثم من يبيع الخمر وإن كان يشربها لا يشربها؟ عزز إجابتك بحديث شريف زين. جواب النقطة السابعة، هنا قال صلى الله عليه وسلم هذه الآية لحد هذه الآية القرآنية. إن شاء الله التوفيق.